الأحد عشر هو رمز الصراع الداخلي، عدم التناغم، التمرد والضياع. هو رمز انتهاك القانون والخطيئة البشرية، وهو علامة التفاقم، الإفراط، التجوز والجريمة. ولك اليوم فهمت بلي امبوسيبل راح تولي، امبوسيبل راح نرجعو كيما كنا بكري. كيموت هو وش راح نستفاد؟ الموت عمرها ما كانت تعذب لي ماتو، بالعكس تعذب لي مازالوا حيين. ما رانيش خايف من لافونجونس قد ما راني خايف من لافاسون اللي راح نفونجي بيها. بصح برمي لك حاجة، اذا ما خليتوش يتعذب ويتمنى الموت ما نتسماش له اي خسارة. شكيت فيهم قاع دلالة، كانت عندك بلاصة سبيسيال عندي، كدير خويا صغير. فينا مو الناس اللي كيفك يستاهلوش يعيش معاها. مهم دوكا الناس كامل على بالهم شكون هو هشام وش دار. راك لايف، كون ديريكت، انت ما حبيت حتى واحد. خصوصيتي مش راح ترحمك، والديك تاع الصح مش كيتش يقبلوك. ما معبد اليو كورو ما راح تروح، عندك دوز اوبسيون. سواء تخرج منها ديريكتومون الحبس على بالك واش يستنى فيك، تتعذب واش بقالك من حياتك حتى تولي تتمنى في الموت، ولا تهني روحك. بصح هذه لازم تلاها لك وراج اللي قتلت بيه ملاك لو ميم، باش تلحقها اذا كنت تحبها صح. هشام غادي تقول صح، جامي تكذب. حضرت حتى نظرك مازال ما لقيناهش. كيفاش هذا مازال ما لقيتوش؟ لازم تلقاه وحوسوا عليه، زيدوا حوسوا. هاني شخش، هازي شخش. وشنو هشام هرب؟ صح هشام ما ماتش؟ لا ما ماتش. هند اسمها هند ايوندونجي. ما راني فاهمه والو، هشام هرب ولا حكمه ولا بوليس ولين قتال؟ شويه هادي كل مهبوله خارجه وداخله، انا صابتش نحكم فيها ملي راجلها وفي الحبس بتغلطها. ها يما يما Thank you.
واش زين؟ وين؟ نتي رايح؟ انا مصطفى، انا مصطفى. شبيك وش كاين مصطفى؟ حسبتك هشام. شبيك من وجهك؟ كان والو زيد على كي تمشي هكا. وش بيك مع هشام؟ واش حكايتك معاه؟ هو اللي دار لي هكذا. او يتبع فيك؟ جاب لي ربي. واش كاين؟ احكي لي. اي احكي لي. شفت لا فيديو. شفت لا فيديو؟ شفت لا فيديو؟ خلاص ما تخافيش راني معاك. وزيد ما كاش كيفاش يريسكي ويجي لك البوكا. بصح حاب نفهم علاش هو يتبع فيك انت. باسكو انا اللي مديت لا فيديو لؤي وشاف فيها باللي هشام اللي قتل مالك. هو كاع حاب يقتلني انا. وين وراه؟ هو في الدار. خلاص هاي روح للدار. ما نديهش معايا يكونوا دونجي. خلاص منين راكي حابه تروحي دوكا؟ ما نوليش عليك الدار. لؤي لازم تعطيني الديسك اللي فيه لا فيديو تاع مالك نديرو في الدوسي. هكذا نديرو له تهمة تاع القتل ونغلقو الحكاية. ونغلقو الحكاية والسيد مازال هارب. ماشي لازم تحكمو قبل. البروسيدي انا نعرفها. احنا نديرو له تهمة ومن بعد نخرجو من داري. عابد اسمح لي على بالي بلي غلط بزاف. كنت دايما ندير واش كاين في راسي. فالي نعلمك كلش. ماشي انت اللي غلط، انا تاني غلط. كان لازم عليا مشيت لافير، بس كنت على بالي بلي ندخل فيها لي سنتيم. مالك انت كي بنتي، انت كيف كيف. دونك لازم نبعد على لافير هادي. رغم ضعيني على الخطرة، بصح انت مودر دي باسمو، ما تحاسب عليه. مش حبيت تقول؟ حاب نقول بلي خلي لابوليس هما اللي يحوسوا عليه. وحمد ربي اللي لا فيديو تمهد وما لقاوهاش. سينو كانوا غادانين يديروا لك التهمة انسيتاسيون لا مور، وهادي على بالك يعاقب عليها القتل. تما لو كان قتلتو خير سي صح؟ نو انت اللي عليك درتو وعرفت شكون اللي قتلها. دوك لازم لك تنسى وتهلا في روحك. الحاجة الأولى اللي تروح ديرها لبالك وش هي؟ راه داوي روحك هيك السونتر. نحي هاد السم اللي راك تراجع فيها روحك. عطيني الديسك ما عندناش وقت. ادخلي ماشي من عوايدك. مالفا كي تشوفيني ترجعي منين جيتي. اليوم علاه؟ لاباس. خليني ندخل. هند خير ان شاء الله. واش جابك دوك؟ وليدك وينو؟ عند مانا. رايدا وين راه؟ الحبس. يا لطيف في الحبس؟ علاش واش دار؟ ما
واحد واحد. ارسل رانا حوسنا المنطقة وما كاين حتى واحد. ايوا وصل وصل. وصلت فيها انت؟ على باليش، بالك دقيقة، بالك قدر، بالك قل، نسيت. بيان سير كي وصلت لقيت النار شاعلة وما قدرتش تدخل. الشمع هو اللي شاعل النار. مالك ما شتا لي طابلو لاكول وزيد لي برودوي انفلامابل، الدنيا كاع لعبت. ما شفت والو في الفيديو. الفيديو تبعها. شكون اللي معاها؟ وي على بالك شكون؟ عبي سي سا سبيسياليتي. لا لا في مظهر اللي تري دونجور السيد هذا، كي تشوف ليه تقول نية مدخل بعضها مخلوط، ظهر فري كريمينال. مالا فري كريمينال اللي تهضر عليه ما راهو خاسر ني اليوم ني غدوة، وهذا قادر يدي الناس واحد اخرين للدونجي وقادر يقتل. الولي اللي راح يبونش عليهم هما الناس اللي كشفوها فوالا، ولازم نحميهم. حبيت تقول له اي وهند؟ ساعة ودقيقة اللي موت فيها، نهار اللي موت فيها عمري ما ننساه. 11-11 برميت لك باش نلقى اللي قتلك، وبعد 5 سنين لقيته، وبرميت روحي كي نلقاه نقتلو وسلك. اونترتون فهمت باللي اللي دار هذا الشي ما يستاهلش يموت هكداك، لازمتلو يتعذب. باش يتعذب لازم يعرف تبيريتي، لازم تلو يحس
يحس واش حسيت كي خسرت بابا، كي خسرتك، كي خسرت يما. تخفيش ملاك، ماشي غير هو اللي حيخلص، كامل راح يخلصوا. عزيز عليك المرحومة؟ ويه الله يرحمها ويسالها. تك صح أخويا. يلزم تخرج معروف وانا نعسق برا ننظفه ونقوم به، ما خلي حتى واحد يقرب عنده، لخاطر في الجبانة هذه كاين ناس ما حداهاش ربي. هلكت أمة محمد تلبش القبور ودير السحور. هاك هاك بارك الله فيك. بنت صغيرة الله يرحمها. الله يرحمك أمين. الله يرحمك. القبر موصيني عليه باين عزيز عليك. دمي اللي راه مدفون هنايا. امين الله يرحمك انت خويا. الله يرحمه ويوسع عليه. امين. نسوا نسوا طيبين ويحبوا يديروا الخير، مش كيما ناس اخرين يديروا الشر ينبشوا القبور ويديروا السحور. شوفي واش لقيت في هذه الجبانه، شوفي كش ما تعرفي وحده هنا خبريها، عندك اجر كبير. مع ولدها؟ ايه. شو تشوف؟ مع ولدها؟ ايه. تعرفيها؟ نبي راسي عبد. علاه سي عشرت ما عجبكش؟ لا حشر، انا قلت سي عبد بدا معايا تحقيق هو اللي كمله. لا مكان
سي عابد ما راحش يزيد يحقق معك في القضية. ولا على خاطر القضية نتاعك فيها كونفلي دانتيري، وهو جبد روحو على الدوسي باش كل حاجة تولي لبلاصتها. تعرفها؟ تعرفها بلي حكمني على اثر بيرسونيل، وانا ما داير والو، ما عندي حتى تهمة. ماكش مداير تهمة، انت ما عندكش تهمة، انت عندك ليست تاع تهم. باش تحب نبداهم؟ ليست؟ هو راكم غلطي. سي عابد جاب لينا هنا على خاطر لافير تاع لاكت مارياج اللي لقاه بيني وبين مرته. سينو ما درت حتى حاجة، وهذه على حسب ظني ماهيش حاجة اللي حبسوا عليها واحد. على بال على بال، حنا درنا الإجراءات اللازمة، فتحنا تحقيق في قضية تزوير عقد الزواج، وأنت ما راكش طرف متهم في القضية. أيوا شفت، مال علاش راني هنا؟ راك متهم في قضية تاع موت أمين، تبييض الأموال، تكوين جماعة أشرار مع جماعة البوس اللي حبسوك معاهم. علاش ما على بالكش؟ حبسوني معاهم على خاطرك، كانوا خاطفيني. سقسيهم إذا بغيت. معليش نسقسيك أنت قبل، وين كنت الليلة اللي تقتل فيها أمين؟ نعم؟ سمعتنيش؟ ما سمعتكش. معليش نعاود لك، الليلة اللي تقتل فيها أمين أنت وين كنت؟ اش ماكش تريبوندي في التليفون؟ كان سيلونسيو. حبس نسحقك. اسمع ما عنديش وش حقيت. زدوا لايد قادرين يطيحوا علينا، والبوس ما على باليش وين راه. انا واش ندير دوكا؟ على بالي نشوف مع الباس. باس ماشي في الحبس. هرب. وقتاش هرب؟ يا خو ما على باليش وما تزيدش كونتاكتيني، وينك حابني نجيب لك السلعه؟ مصطفى يرحم بابك، ما تعرفش كاش واحد يديبانيني ميم بحاجه خليلها. نعرف. شكون؟ عابد. عابد؟ وحاند عابد سلعه كامله الله عنده. مسخر بيا. اسمع اسمع نهضر معاك. تاخذ رايي روح شوف طبيب، روح داوي على روحك. الو مصطفى، البوس يسحقك درك، يبعث لك جماعه يرفدوك يجيبوك عنده. اوكي مازال على حاله؟ مازال ربي معي. سما ما تبدل والو؟ مالروز ماما. جبت لك لا بلان بريفيري تاعنا، قلت بالك تنوض. وحشتك ياسين، ما على باليش وين تنوض، ما باغي نحكي لك بزاف صوالح. ومن بينهم شكون اللي قتل مالك؟ ما نكتبش عليك، تالمون بغيك تمنيت لها الموت وتنقبر. على كل الله يرحمها. هشام هو اللي قتلها. ما بغيش نجيب سيرتها بيني وبينك، مي بون قلت بالك من حقك تعرف. شعلت مني تقولك راك حاضر معايا اليوم.
باسكو غادي نحل مون بروبر جورنال الكترونيك. تمنيت نخدمو اونصومبل مي با ظروف. هند سيل توبليت غادي تجيني لوبيتال؟ نو مكان والو غير بغيت نديرلك بروبوزيسيون دو ترافاي سي تو. ميرسي. على بالي بلا يتبان لك بزاف مي بون السوجي هذا جاني طيحه حوريه. جو سي بلي طايح مي بون ما تنسيش بلي قادرين نفطنوا به بزاف ناس ضاعت حياتها من السحر. اون بليس دو سا سي بون دير اكتوالمون اكي سور. تي لا ميو بلاسي بور فار ان ارتيكل. مالوغوزمون فما قبل كي رحت نشوف امين الله يرحمه طاح على حفل القبور. مكتاش تبداي هكاك تعجبيني صاحبتي غادي نفوت عليك. اوكي ماشي كنت حاب تحلي اجونس دو فواياج. اكزاكتومون جاي رونديفو ماتنون انا رايحت لها. هيا دوما ان شاء الله. وريا معليش تديني معاك قبل ما تروحي الرونديفو. كاسي شمت بيان لا كاسي شمت بيان لا كاسي. لازم نسجل مايستر. انا بقول يا سلام عليكم. سلام لاباس. كيف السلعه؟ لا تبيع تشري. لا لا ماشي دب بيلا. لا 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 ما خدموها هسه. بيعوا نشرو كاسي منو عاد سطينا. اعطيك واش تحب يا حمد. طيب اسمح لي. شوف ما شفتني ما شفتك. روح قباله على يدك لاكوش تلقى قهوه. ندخل للداخل قبالة على يدك لاكوش تلقى قهوة تجي ترنو على يدك لاكوش تلقى قهوة. ادخل سكسي على مول طاكسي. على مول؟ مول طاكسي. مول طاكسي بصح السلعة اللي تحوس عليها ما شكيش تلقاها في هذا اليوم. معليش معليش تلقى ساعة خفيفة. ساعة خفيفة. مول طاكسي. مول طاكسي يعطيك الصحة. اخوك شمي زدوي بعدك تما. شكاسي شنو تبيع لنا؟ شي حوس على باينة حوس على دواه. خموك اوا سلعتو ما كاش انا. كاش قال انت دف وجا كاش بيع كاش بيع ميتة ميتة ميتة. وين نقدر نلقى تاكسي الله يستر؟ تاكسي تفضل خرج برا لهنا دوك تلقى واحد. لا لا مول تاكسي هبط هنا للقهوة دوك تلقى واحد من القشبية داك وليد الله فيك تحت. ميرسي. السلام عليكم خويا. انت هو من الطاكسي؟ قرية. لا لا انا جيت ايدي واش راك حاب؟ مشي بعثوني ليك سحقت شويه بيضه.
اسمع قليله وصعيبه، حتى عند المطاكسي ما تلقاهاش. وين نقدر نلقاها؟ شحال تقدر تخلص؟ شحال حبيت؟ شحال حبيت؟ بيان عطيه شو تليفونك. صح، عيط لهذا النيميرو. دقيقة، لا رفد عليك تلقاها عنده. وهذا راه هنا في الحومة. شكرا. اسمع، السلعة لك تحوس عليها تلقاهاش في الحومات، فهمت؟ صح، يعطيك الصحة خويا. مدرع. صح. صح. تفضل. صباح الخير مدام شامي. تفضل. Je peux ? Bien sûr. Alors je me présente, c'est Karim, votre assistant. Et sincèrement, j'ai un scénario qui est venu ce jour pour que je vous aide avec l'agence. Marhaba. Juste pour préciser, tu es encore candidat. Mais elle est venu pour que mon assistant. معليش. صار لي سير من حاجه بلي ما غاديش تلقاي ما خير مني، وراني سرته بلي هاد لونتروتيان راح يكون الاول والتالي. سير من روحك بزاف. واه راهي باينه شابه بزاف. قول لي كريم، عندك اون اكسبيريونس في التوريزم؟ بون تفضلي مدام شامي. نورمالمون تخصي التوريزم ولا عندها اكسبيريونس مع كريم؟ كوميك، تري كوميك. مصطفى عرفتني شكون انا؟ لا. تعرف البوس؟ انا اعرفه مليون. راك رايح تعمل غير معايا انايا للا زينب. البصورة غير انا اللي نبوزي لي كيستيون هنايا، انت تجاوب. مور الموتى امين. ديسيدا البوس يدي كونجي. انفان بواد بلو بريسيز، انا بعتو يريح وانا راني شاده البيزنس. فهمت علاش عيط لك اليوم؟ جبتيني على خويا رضا في لافير تاع امين الله يرحمه. انا ماشي لابوليس، ما نديرش زونكيت. انا نديسيدي بلا ما نونكيتي، فهمت ولا لا؟ شويه عيط لك على زوج حاجات. بروميرمون
رايحه نعطيك اون اوبورتونيتي اللي ما تتعاودش. تعرف الباس؟ باس ايه نعرفه. قبل ما يكون مع البوس الباس كان ان دو ميزوم، خدمنا بزاف كيف كيف، هربته وعطيت له الشوا، يا يبقى معايا يا يروح مع البوس. اختار البوس. وانا اليوم حبيت نمدلك لا شونس باش تروبلاسيه، واش تقول؟ انا رومبلاسي البوس بانيش ما جامي ما ايماجينيت نكون في بلاصتو. اوج النهار واش تديسيدي؟ ديها deuxièmement puisque rak un de mes hommes الحاجة اللي نقولها تندار نور اللي تقوليها على عين الراس ان شاء الله تشد في كلمتك حتى الاخر كلمة دير فيها كونفيونس وما تخافيش مصطفى مبورتينيتي كيما هادي ما يعطيهاش انا ما نحبش الهضرة نحب الخدمة نبين لك شوفوا مع الوقت اذا تشد في كلمتك ولا تيغ على شي دوه يريح شوية وشوفوا لي لاجوتي راهو واجد إلا تحب تولي تخدم مع صاحبك ماذا بيك دير واش يقول يكون الخطر مولاتي شك دير عبد جيت باش واش جيت باش تكذب بورتو وصيتك قلت لك بلي ما زدت تفوت لك والو ولا موان دير تخلص اجرف ولي هذا كليون جاي يشري من عنده الحي لا لو ايل جاي يشوفني قايتو لي في التليفون على شي صامي طاح قلت له راح يدير سبيطار خير الخير بقى معليش روح تريح وحنا دوك ندبروا لي صامي ساهل ساهل كملوا الخدمة ومن بعد ندخلوا خلاص كملتي اسمعيني مليحين زعما خفتي من هشام المرأة المأصلة ما تسمحش في وليدها وما تسمحش في دارها وراجلها في الحبس صح كنت صعيبة معك بصح مانيش ندمة في الأول كنت نديرها بالعاني بصح درك كي تشوفيني في طريق يرحم والدك بدلي طريق ومنيل ما تخافيش عليه
راهو عند مانو وما نسمحش فيه يا لو كان نعرف روحي نموت. هاي كل واحد فيكم مخدم مع البوس، ما كاش اللي يسمح فيه، ما خلى حكا واحد فيكم. يوم جا نهار باش ترجعولو شوية من الكريدي تاعو. البوس عندو كريدي عند هاد المرأة زينب، لالا زينب، خلاتلو كبدتها طرف من عندها، خلاتلو وليدها، واليوم جا الوقت باش نرجعولها حق امين. امين ما ماتش، وراني نحس بلي مازالوا معانا، دمو ما يبرش حتى كل الناس اللي حبوا يأدوه يخلصوا. كل واحد فيهم اللي ما عنده حتى سبب في الموت امين ما يصير له حتى حاجة. باغ كونتخ إذا كان كوبابل راح يموت. الجد عمار لعبة الموت ما راهي سهلة، اللي يحب يلعب بيها يخلص. رانا 11، كل واحد عنده كارت بالديك، وفوق الطابلة كاين لي كارت دو كور لي راح تحدد التور تاع كل واحد فيكم، وكاينين ديزيام كارت لي فيها راه السيبل نتاعك. كاين دو جوكر، جوكر كور و جوكر بيك، لي طيح جوكر كور يعاود اللعبة. جوكر بيك هو اللي راح يقتل جوكر كور، وجوكر بيك هو انا. شكون فيكم ماهوش قادر يرد الكريدي يخرج درك؟ على بالي بلي كنت قادر نتكل عليك لالا زينب. انا جو دكار كومونس.